Amis auditeurs de Radio M. Nouveau numéro de l'émission de Dr. Salam alaikum, Azoul Ghani Mahdi, directeur de Canal 22. Ça fait 30 jours maintenant de سجن قاضي إحسان وغلق مقره الإعلامي راديو أم. أريد أن أعبر باسمي وباسم كانال 22 عن تضامننا ومساندتنا لقاضي إحسان وراديو أم عمال وتقنيين وصحفيين. هذا دليل بلي هذا النظام غير جلدته لكنه لم يتغير ولم يقبل ولن يقبل ولا يقبل أبدا الكلمة الحرة والإعلام الغير منبطح. مساندتنا لقاضي إحسان لراديو آم ولعائلته طبعا، لأن مكان قاضي إحسان هو في بيته في عمله كصحفي وكإعلامي مش في الحبس. أمي